أعزائي مشاهدي الموقع، بصراحة في كل مكان أهلا بيكم معانا في لايف جديد من محافظة دمياط وتحديدا من مدينة عزبة البرج. ما زلنا معكم وبنتابع الجديد والتفاصيل الجديدة في غرق مركب تجاري على متنه 13 بحارة، منهم 8 من محافظة دمياط مصريين. تفاصيل كتير عن محمد. آخر ما تم التواصل مع أهله قبل الغرق وقت قليل. آخر حاجة محمد قالها لزوجته قبل ما يتم عدم التواصل: ادعي لي وقولي لوالدي يدعي لي. طبعا ربنا ينجيهم يا رب. ويطمننا عليهم. احنا النهاردة طالعين معاكم بنقدم استغاثة لكل المسؤولين اللي بيشوفونا دلوقتي، استغاثة الأهالي البحارة تكثيف البحث عنهم وعشان يطمئن الاهالي بتفاصيل عنهم. طبعا من وقت طويل جدا لم يتم التواصل معاهم، من وقت ما محمد تواصل مع زوجته واخر رساله كانت ما بينهم، هنعرفها معكم في هذا اللقاء. اهلا بك يا محمد، اهلا بحضرتك. قول لنا بقى انتوا الموضوع من البدايه. حضرتك، هو محمد كان زي ظروف البلد هنا صعبة، فعمل ورقه علشان ايه؟ يشوف مثلا رزقه في حتة تانية. تمام. فزي المكتب ده اسمه حمالة الزمج، ده مكتب مراكب شحن. تمام. بوابير، ايوه بنقل بضائع، هو ما عندوش اجنبي، ايوه بضائع. فزي بيستغل النقطة دي، اول ناس ما بتسافر بيجيب اي حد، ومثلا اكل زي الزفت، كل حاجه زي الزفت، مراكب زي الزفت، المراكب بيجيبها تقطيع وبيطلعها باسامي بالناس بشركات اجنبيه من بره زي لبنان او سوريا او اي حاجه من دي. وحضرتك بيبقى مثلا المراكب كلها بتبقى قديمه، ولا فيها بيبقى اكل ولا فيها ميه، والناس بتتعامل اللي هو عايزين يسعوا، فهو بيجيب الناس دي بيستغلهم في النقط دي. ناس جديدة لسه ما لسه سافرتش قبل أول كده، مرة تسافر، يعني محمد أول مرة يسافر. أول مرة يسافر، والمفروض لما حد لسه أول مرة يسافر على الأقل الطقم اللي معاه بيبقى معاه أي حد مسافر قبل كده عشان يعلمه أو يعرف، كذلك لا يعلم ده. فالطقم يعتبر الأغلبية كله لسه أول مرة يسافر. أيوه فالمهم هو امبارح هو كان تمام وكل حاجة ماشية معاه تمام، فجأة تلاقيه بيرن امبارح على أختي بيقول لها الحقينا المركب ايه هتغرق، ادعي لي وكل الكلام ده. قالت له طب انت كويس الوقت؟ قال لها مانيش عارف، لسه مش عارفين ان احنا المركب زي ايه، بياخد ميه وبينزل، الجو كان نو. الجو كان وحش ايوه فكان بياخد ميه، فبيقول لي مانيش، ادعي لنا. وكل واحد على المركب كلم اهله، وكل واحد اتأمر انه يلبس اللايف جاكيت عشان معرضين خلاص ان هم هيغرقوا. تمام. ووصل الكلام لاختي ان هو كلم الشركه وقالوا له ان احنا مثلا جنب جزيره اسمها سيرجون، مش فاكر الاسم بالظبط، ان هم جنبهم بر يعني، وقالوا ان هم ايه يروحوا عليه. حد في الشركه مش عارف اسمه ايه كلم بيقول لك الشكل معاهم، وبخصوصا مع الهندي اسمه لوكاش. ده القبطان لا ده حد من الشركه، البحر من الشركة. من الشركه بيقول له نقف على البر، فقام قال له لا كمل، فكمله. من ساعتها محدش يعرف عنه اي حاجه، الاتصال اتقطع، وكل واحد الاتصال اتقطع، مفيش الا احمد بركات ده اللي ربنا يرجعه لنا بالسلامه، ده اللي ايه كويس وزي الفل، واسلام اللي مات، الباقي ما نعرفش عنه اي حاجه. وامبارح فضلت عندهم طول اليوم عند المكتب والاهالي واهالي الناس كلها، محدش راضي يدي كلمه، كل ما حد يسالهم ما نعرفش، الكلام لسه ما جاش، البحث بيدور. وفضلنا من مثلا من الظهر لحد الساعة 12، لحد ما أخدوا المكتب كل واحد 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 منهم ومشى، وقالوا بكرة إن شاء الله يظهر كل حاجة. جينا النهاردة هو اللي هو على بكرة، ولا أي حاجة لسه مش برضه أي ظهر، جديد. ولا أي حاجة لسه زي ما إحنا. أيه قولي لنا، يعني قولي لنا بس كده، يعني آخر ما تم التواصل أو أول ما حس إن في خطر، إيه الكلام والرسايل اللي قالها لك؟ بص يا منى، هو أنا لقيته كلمني على الساعة 12، قال لي إن هو عايز يودعني ويودع الولاد وكده، وإن كل اللي في المركب بيودعوا أهلهم. فقلت له أنت إزاي بتقول كده؟ يعني ازاي ده حصل؟ لقيته بيقول لي احنا بنغرق. ابو يوسف اللي هو حمادة الزمك كلم القبطان قال له اقف جنب جزيرة، انا بلغت المراكب بتاعتي انها تقف. فالقبطان قال له لا،
انا هكمل. مرضاش القبطان ان هو يقف، فبعد كده القبطان لما غامر بيهم العاصفة قابلتهم. جه محمد قبل ما يمشوا طلع للقبطان وقال له دي حالة الجو يا كابتن، احنا ما ينفعش نتحرك، احنا في عاصفة هتقابلنا. قام قايل له مالكش دعوة وركز في شغلك. ده كان الحوار ما بين مين ومين؟ بين محمد وبين الكابتن اللي هو القبطان بتاع المركب يعني نفسه. هو كان شايف ان هو يطلع على اقرب بر بس هو رفض. لا، هو صاحب الشركة قال له اطلع على اقرب بر جنب جزيرة ووقف. القبطان اللي رفض مرضاش ان هو يسمع الكلام. جه بعدها محمد قال له الجو والعاصفة هتقابلنا. قام قايل له لا، احنا هنكمل وركز في شغلك. فبعدها لما لقوا ان هما بيغرقوا خلاص وان القبطان ما عادش عارف يرجع، بقيت افتح الخريطة. الخريطة بتاعت المركب بتقول ان المركب بيمشي بشكل عشوائي، يعني فيما معناه ان اللي بيتحكم في المركب مش عارف يتحكم فيه اصلا. العاصفة متسوحين. والمتسوحين مش عارفين ان هما يتحكموا فيه. فلقيته قال لي هو الوحيد اللي كان معاه خط يوناني. لقيته قام قايل لي انا فتحت الكل اللي معايا نت عشان يكلموا اهلهم وخلاص كلنا نودع اهلنا. عملوا استغاثة امتى؟ الكلام ده كان الساعة من 12 لواحدة. بعدها لما محمد خلاص كده ما عادش فيه اي حاجة استجابة من القبطان، اما محمد قام اتصل على ابو يوسف اللي هو صاحب الشركة نفسها. اما ابو يوسف قال له انت لسه بتفتكر تكلمني دلوقتي؟ انا ما اعرفش ان انت معاك خط. فقام قايل له لا، ما تسمعوش كلام القبطان، اطلع انت وتقريبا اسمه لوكش، ده اللي هو الهندي، ده كان الشيف اوفيسر، اطلعوا انتوا وامسكوا الدفه بتاعت المركب. قام قال له الكابتن مش راضي يطلعني فوق، قال له اطلع بالموبايل. وقام اللي ماسك الدفه محمد ولوكش اللي هو الهندي ده وواحد سوري اسمه يزن. يزن ده خبره قديمه في البحر، وكان في وقتها الرئيس بتاعهم اغمى عليه، اصبح فاقد النطق وفاقد كل حاجه، فكده خلاص. احمد بركات اللي هو ربنا يرجعه لنا بالسلامه كان في الوقت ده حقيقي بيعيط. الناس كلها كانت خايفه، يعني خلاص شافوا الموت بعينيهم مش عارفين يعملوا ايه. فطلعوا مسكوا هما الدفه، وابو يوسف طلب من الكابتن قال له مالكش دعوه، ابعد عن المركب ومالكش دعوه وما تمسكش الدفه. حرام، هما مسكوا الدفه وقدروا من هنا ان يظبطوا المركب في اتجاه مظبوط يعرف يواجه العاصفه. فلقيته كلمني وقال لي احنا الى حد ما كويسين، بس ابو يوسف عمل لنا استغاثه من السلطات التركيه. طبعا ده ما حصلش وهم بيستنوا الاستغاثه، المفروض ان الاستغاثه دي كانت على الساعه 3، ده ما حصلش. فبعدها لقيته قال لي اطمني وان شاء الله خير، يعني هو ده انا هبقى شهيد، ده انا بدور على رزقي، كلام من ده يعني. قلت له لا ما تقولش كده، ان شاء الله انت هترجع بالسلام. كلهم خلاص استعدوا ان هم خلاص هيكونوا في تعداد الشهداء، ان هم خلاص مش لاقيين اي حد ينقذهم. بعدها الساعة حوالي 7 او لا 6:30، 6:30 لقيته بيكلمني وبيقول لي بعت لي صورة للجزيرة. طب ثانية واحدة، لقيته بعت لي صورة للجزيرة وبيقول لي صورة الجزيرة. ثانية واحدة، فقال لي بصي احنا جنب الجزيرة، مش عايزك تقلقي، احنا ان شاء الله هننزل وهنروح على الجزيرة دي. دي الجزيرة، الجزيرة هي اللي منورة، منورة دي كانت مش بعيدة أوي مش بعيدة. لا، قال لي تعرفي راس البر والعزبة؟ فقلت له ايوه، قال لي ده الفرق بينهم فمش بعيدة. فقمت قايله له طيب انتوا هتنزلوا عليها؟ قال لي احنا خلاص لابسين اللبس بتاعنا وخلاص ان احنا مستعدين. لقيته قام بعت قال لي الجزيرة قريبة جدا جدا. بعدها لقيته بعت يقول لي احمد زعلان. فبقول له احمد زعلان ليه؟ ده اللي هو المفروض اصحاب المركب. قال لي وكلم لوكش واتشاكل معاه واتعصب عليه. فبقول له ليه؟
قال لي لان احنا مقربين من البر، هو عايزنا ندخل لجوه. فقلت له انتوا يعني خلاص المركب بتغرق، ايه اللي مزعله؟ انا كان في دم الحمام نفسه. ام قايل له لا انتوا تدخلوا، انتوا كده بتبهدلوا المركب. وقام قايل لي من الاخر هم عايزين المركب. قلت له طب وانتوا؟ قال لي والله ابو يوسف قال لي احنا عندنا المراكب كتير، اهم حاجه انتوا، بس التصرفات بتقول عكس كده، التصرفات بتقول ان لا هم محتاجين المركب وعايزين المركب. هم خلاص كانوا قربوا للبر، حتى المركب خلاص كانت خدت ميه، وهما هتديك الكلام ده في شاحنين ملح. ف الكلام ده اه قال لي هم عايزين المركب، قال لي هم عايزين المركب، قال لي كده. فبعدها الكلام ده كان حوالي بقينا 7 الا تلت الصبح، هم بعدها عملوا الاستغاثة حوالي 7 و لليونان، كانوا اتحركوا بالمركب ناحية اليونان لأن تركيا ما سألتش، وهو طلع في الأساس ما فيش سلطات تركية تبلغوا باستغاثة أصلا. عملوا الاستغاثة عن طريق سلطات اليونان، والاستغاثة بعدها على ما وصلت كان كل حاجة راحت. أنا في الوقت ده لما لقيت الخط اليوناني وقف، بصيت على الخريطة بتاعت المركب، لقيت الاتصال اتقطع بالمركب، عرفت إن المركب خلاص بتغرق، لأن هو ما كانش في اتصال غير بيا، ما كانش في اتصال في الوقت ده بحد تاني غير بيا. كنت متابعة تحركات المركب عن طريق الخريطة، فلقيت الخريطة الاتصال اتقطع من المركب للخريطة، فعرفت إن خلاص المركب بتغرق. اضطريت في الوقت ده حولت له الخط المصري بتاعه جوال عشان إن أعرف أرن عليه، فبقيت أرن بيرن. قلت الحمد لله كده أصبح إن الموبايل لسه مغرقش، طالما بيرن يعني في شبكة، يعني الموبايل ما طالش مية. الساعة 11:30 بالظبط تقريبا الموبايل بقى غير متاح، الاتصال اتقطع، الأخبار نزلت، وده الوقت اللي تم إنقاذ أحمد فيه. إنما الباقي فين أنا معرفش، جوزي فين معرفش، بس هو جوزي قال لي لما كانت الساعة 1 قال لي احنا قدام جزيرة اسمها سيرجي، عشان لو عايزة تدوري عليا فيها، احنا قدام جزيرة اسمها سيرجي دي آخر حاجة. اللي أعرفه بقى إن الساعة 7 المركب كان متسوح، لأن هما بلغوا بعطل والمركب اتسوح، ممكن يكون وصل على الجزيرة اللي بعدها وممكن يكون لسه في نفس الجزيرة. فهو في قال لي دوروا علينا في الجزيرة. لو حد بيشوفنا دلوقتي ايه اللي انتوا طالبينه؟ انا عايزاهم يدوروا عليهم في الجزيره بتاعت سيرجي، او في الجزيره السيرجي هي ليها اسم تاني اليونانيين بيقولوه، او في الجزيره اللي لقوا المركب قدامها لان المركب اتسوح، ميلاتيني تقريبا. فهو انا عايزه الجزيرتين دول، هو قال لي احنا هنروح على هناك. واسلام يعني ربنا يصبر اهله اللي توفى تقريبا ما كانش بيعرف يعوم، يعني دي معلوماتي عن اسلام. فاصبح ان هو انا عايزاهم يدوروا في الجزر دي، هم هناك اصل طقم كامل مختفي مش لاقيين منه حاجه، وهو مبلغني وقال لي اعملي كذا. فده اللي انا بطلبه.